كان هناك مساندة دولية قوية جدا بعد يعني ثورة يناير. بعد ثورة يناير. يعني احنا رحنا مؤتمر في دوفيل مشهور، اللي هو بيقولوا دوفيل انيشيتيف، أصدقاء مصر. أصدقاء مصر وتونس، وكان الحقيقة لقاء عظيم جدا. وأوباما رحب ترحيب جامد بالوفد المصري وقال أنا بتابع أنتوا بتعملوا إيه وأنا معاكم. ولما خلصنا الاجتماع الرسمي رايحين على الغدا، هو قال لو ممكن أمشي الفترة دي مع الوفد المصري، طبعا عشان هو داعم لثورة لأنه 25 داعم يناير لثورة 25، ولما ظهر بعد كده من حكم الإخوان. وكان عاوز يسأل سؤال على الماشي عن إيه موقف الإخوان فيما يتعلق بمستقبل السياسي في مصر. وسألكوا السؤال ده؟ سأل الدكتور عصام شرف، فبس سأله بطريقة بيقوله مواقف الإسلاميين، فالدكتور عصام رد عليه بطريقته الظريفة دي وقال له ما احنا كلنا مسلمين، المسلمين ماسكين يعني في البلد ما تقلقش. ده لكن كان يعني اوباما في دوفيل سال دكتور سأل عصام شرف، وهنا دي ده كلام مهم جدا، ما انه نعرف. سال دكتور عصام شرف ايوه على الهامش كده علاء مش قال نمشي معاكم ايه كده، موقف ايه الاسلاميين. موقف ده الاسلام. يكشف طبعا اهتمامه فالدكتور عصام بطريقته دي قال له ما احنا كلنا مسلمين والمسلمين هم اللي ماسكين يعني ما فيش اي حاجه. فهنا تم وعود ب20 مليار دولار لمصر وتونس، والبيان قال كده، والجزء الأكبر يذهب إلى مصر. أين هذه الأموال؟ بيان دوفيل ما جاش منها كتير، لأن أنت عارفة بقى التطورات اللي حصلت بعد كده، وما جاش منها كتير حتى في ظل حكم الإخوان. وما جاش منها كتير حتى في ظل حكم الإخوان. ده صحيح، ده صحيح. فهذه ادي القصه كلها. القصه بتبين ان طالما انت كمفاوض مع صندوق النقد الدولي عارفه انت بتتكلمي عن ايه، وعارفه اليات الصندوق من الداخل، وعارفه الاشخاص اللي قاعدين قدامك بتناقش. كريستين لاجارد جات وزارتني في المكتب، وعملنا لها يعني لقاء مهم، وشرحنا لها الظروف وليه احنا عندنا الخطوط الحمراء دي، انها خطوط حمراء بس ميك سنس ايكونوميكالي، يعني لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية.